وقفة احتفالية سادها جو من التفاؤل والأمل في مستقبل مشرق للعراق، وقفة بمناسبة النصر الكبير على الإرهاب وذكرى تأسيس قواتنا العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة، وقفة أقامتها الجالية العراقية في المملكة المتحدة بكل مكوناتها وبتنسيق مع السفارة العراقية في لندن. هذا الجمع العراقي من كل أطياف المجتمع العراقي من كل خلفياته الثقافية والإثنية والدينية تواجدت بهذا اللقاء الجميل، والجميل أيضا تزامن هذا اليوم مع أعياد الجيش في 6 كانون وأعياد الشرطة في تسعة كانون ثاني، وهي مناسبة للاحتفاء مرة أخرى بجيشنا وبشرطتنا الاتحادية، وأملا أيضا في هذا العام حيث ستجري الانتخابات في مايو القادم أن يكون هذا الانتصار هو بوابة تغيير جديد في بعد 14 سنة صعبة على العراقيين. العراقيون من أبناء الجالية في وقفتهم ثمنوا التضحيات التي قدمها صناديد القوات العراقية وأخوانهم من الحشد الشعبي، وهم يتصدون إلى موجة الظلام والإرهاب الداعشي، داعين إلى أن ينعكس ذلك على العملية السياسية في سبيل ترسيخ أسس إقامة دولة القانون التي تضمن حقوق الإنسان وتنأى بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية ومحاولات الضغط للسيطرة عليها. أعتقد أن هذه المؤسسة العسكرية وكذلك مؤسسة الشرطة الاتحادية في العراق يجب أن تحصن هذه المؤسسات، ويجب أن لا تتعرض إلى التأثير المباشر من قبل بعض الكتل السياسية إلى قضية المحاصصة، إلى قضية أن تكون هناك وجهات وهناك سلطة وهناك محاولة للسيطرة على هذه المؤسسة العسكرية. نأمل أن تقترن هذه الانتصارات بانتصارات على العملية السياسية من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل النهوض بالعراق نحو التقدم والازدهار. وهناك من وصف الانتصار الذي تحقق على يد أبطال العراق ومناسبة أعياد الجيش والشرطة بالأيام البهيجة التي أدخلت الفرح على قلوب العراقيين في كل مكان، بل إن ما حققته سواعد جنودنا البواسل سواء في الجيش والشرطة والحشد هو انتصار للإنسانية جمعاء ضد عفن التخلف والسواد والتطرف. هذا النصر هو ليس فقط نصر للعراق، وإنما نصر لجميع الإنسانية في كل أنحاء العالم على هذه المنظمة التي أشاعت الرعب والخوف في كل أنحاء العالم وليس في العراق، ولكن العراق كان هو الخط الأول للتصدي ولمواجهة هذا الإرهاب. أشكركم مرة أخرى وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن العراقيين أينما حلوا وارتحلوا فإنهم باقون دوما على العهد والوفاء لوطنهم الأم، يشاركونه أفراحه وأتراحه، وهم اليوم بهذه الوقفة الغراء يجسدون الوفاء للشعب عامة وأبناء قواته من الجيش والشرطة خاصة في عيديهم وانتصاراتهم. IMN العراقية نيوز، محمد العبودي، لندن.